بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية طبعا ده حدث بالنسبة لمصر، حدث كبير جدا، ودي لما كانت مصر دي خامس مرة مصر تنظم كأس الأمم. طبعا الوقت ده احنا فاضل 5 شهور على الحدث، بس طبيعة الشعب المصري والقيادة المصرية ان احنا اي حدث بيمر على مصر بيبقى طبعا ناجح، حتى لو هو في الدقائق الأخيرة، ودي حاجة تعودنا عليها في مصر ان المصريين ساعة الشدائد بيقفوا كلهم. احنا بس مطلوب بس انه اللجان اللي هي هتنشأ لازم يكون في إدارة محترفة، لأنه الروتين والبيروقراطية عايزين نقضي عليها الفترة اللي جاية دي، خاصة في السياحة ودخول السائح والتأشيرات والحاجات دي، لأن الجمهور ده هيجي من 24 دولة. 24 دولة دول مفروض إن احنا كسياحة الدولة هيبقى فيه رواج سياحي، وإن شاء الله الاتحاد القادم هيكون له دور، هو الغرف مع الوزارة ووزارة الطيران كمان ووزارة السياحة ووزارة النقل، يعني لازم الكل يشارك في ظهور الحدث على أعلى مستوى. احنا طبعا على أتم استعداد للمشاركة في أي حاجة، لأن الحمد لله قطاع السياحة في كل الكفاءات الموجودة اللي تقدر تدي، لأنها يهمها سمعة البلد، بالإضافة كمان إنها رسالة للعالم بمصر الآمنة، ودي مهمة جدا للسياحة، الصورة الذهنية دي مهمة جدا. فأنا بطالب إنه فعلا إن شاء الله أول حاجة أما يتشكل الاتحاد إن احنا نعمل اجتماع مع الجهات المعنية بتاعت تنظيم البطولة، ونشوف إيه اللي ممكن هم طالبينه مننا، وإحنا على أتم استعداد ننفذه، لأنه الموضوع زي ما قلت مصر كبيرة، وإحنا هنكون أول الناس في الصفوف، احنا وكل قطاع السياحة بالكامل، لان الكل متشوق ان تعود البطولات لمصر، خاصة طبعا الكرة بالنسبة لمصر دي حاجة يعني الشعب المصري كله بيحبها. انما بطلب بس ان القائمين بس يكون الملفات بعيدا عن الروتين والقرارات اللي هي التوصيات، عايزين اللجان تكون عندها قرارات سريعة، يكون عندها تفويض. والحمد لله ان رئيس الوزراء يعني هو الرئيس الاعلى للبطوله، ودي حاجه بصراحه كويسه جدا، ويمكن شفناه بيتفقد استاد القاهره. احنا نفسنا في استادات يعني زي الاستادات اللي في العالم. الاستاد ده انا مش رايح اتفرج على ماتش بس، انا رايح استمتع انا وعيلتي. النظافه، الكافيهات، الاشياء اللي احنا بنشوفها. تاني حاجة لازم السلع السياحية، احنا عندنا افضل حاجات للتذكار، الهدايا التذكارية اللي تعبر عن مصر، لازم نبتدي المصانع بتاعتنا اللي شغالة في المنتجات السياحية دي لازم تنشط انها تعمل اشياء تعبر عن البطولة وتعبر عن مصر الجديدة. وطبعا الفنادق موجودة الحمد لله، البنية كلها السياحية متوفرة عندنا، فاضل بس توفيق ربنا. وانا زي ما قلت فاضل 5 شهور، يعني بحساب الايام 150 يوم، يعني 150 يوم ده لازم من احنا نشتغل 24 ساعة في اليوم لتحقيق الهدف، ولازم في توعية بكل شيء، نحس ان احنا في كرنفال، يعني دي احتفالية كبيرة. ومصر الحمد لله بعد 30 يونيو اعتقد ان القيادة السياسية كانت توجهها افريقيا، ودي حاجة مهمة جدا. احنا كنا زمان دايما نقول ان افريقيا مصر هي قلب افريقيا، وهي المؤسس اصلا لكل الاتحادات الافريقية في القارة. فالريادة المصرية دي ان شاء الله يعني تعود، وهي فعلا عادت، وان شاء الله كده يكون خير للبلد والشعب المصري، وبالتوفيق إن شاء الله.